بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة نور الشطور. النهاردة هنقدم معاكم طريقة عمل الفراخ الكنتاكي بالطريقة الأصلية، طريقة سهلة جدا وكمان طعمها مش هتفرق خالص عن الجاهز. نبتدي بقى نشوف الطريقة والمكونات. اول حاجة بقى الفراخ، طبعا الفراخ الكمية بتكون حسب الرغبة، وبيفضل ان انت تجيب الفرخة تكون صغيرة في الحجم، وبعد كده بنغسلها كويس بالدقيق والملح والخل، ده مش بيخلي ليها اي ريحة زفارة. بعد كده بقى بقطعها على 7 او 8 قطع بالشكل ده كده، شايفين التقطيع ده. هبتدي بقى في عمل التتبيلة. اول خطوة هي التتبيلة اللي هنقع فيها الفراخ. مكونات التتبيلة: في قطع الفراخ، وزي ما قلت الكمية بتكون حسب الرغبة، 3 كوبايات من الحليب. لكل كيلو ونص من الفراخ هنضيف 3 كوبايات من الحليب. احتاج ل3 معالق كبار من عصير الليمون، نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، ومعلقة كبيرة من الملح. نبتدي بقى بسم الله. نجيب بقى الحليب، دول 3 كوبايات، هضيف عليهم عصير الليمون، وهضيف الفلفل الاسود، وهضيف الملح، وهقلبهم كويس بالشكل ده. هسيب بقى الخليط ده دلوقتي على جنب لغاية ما اجهز الفراخ. بقى دلوقتي الفراخ، وبعدين هجيب السكينة وابتدي اخرمها كلها كده بالشكل ده لغاية ما بوصل للعظم. كل بقى الكمية هعملها بالشكل ده علشان تتشرب التتبيلة كويس. هعملها بقى وهكمل بعد كده. عملت كده فتحات في كل قطع الفراخ، والخطوة دي مهمة لانها بتخلي الفراخ تتشرب كويس من التتبيلة، وكمان تبقى طرية وتستوي بسرعة. بقى دلوقتي قطع الفراخ دي وانقعها في التتبيلة اللي انا جهزتها. هبتدي بقى اضيف قطع الفراخ في التتبيلة بالشكل ده، هضيفها بقى كلها. بعد ما ضفت بقى كل قطع الفراخ، لازم اقلبها كده في التتبيلة كويس من الناحيتين علشان تتشرب التتبيلة كويس. حطي بقى دلوقتي على الفراخ دي، بعدين هحطها في التلاجة واسيبها في التتبيلة بقى منقوعة من 4 ل6 ساعات، مش اقل من كده، والافضل تكون ليلة كاملة. تدي نتيجة كويسة جدا لو اتنقعت من بالليل لغاية الصبح، يعني ليلة كاملة هتبقى طرية جدا وهتستوي بسرعة. خرجت بقى دلوقتي الفراخ من التلاجة بعد ما سبتها اطول فترة ممكنة. كل ما بتطولي مدة النقع، كل ما الفراخ بتكون طرية وبتستوي بسرعة. هبتدي بقى اجهز الخلطة اللي هنغلف بيها الفراخ. انا هحتاج لكوبايتين من الدقيق، هضيف عليهم نص كوباية من النشا. بقى كده الكيلو ونص من الفراخ احتاجت له 3 كوبايات من الحليب في خليط النقع، وكوبايتين من الدقيق، ونص كوباية من النشا في خلطة التغليف. هضيف بقى نص كوباية النشا على 2 كوباية الدقيق، وهخلطهم كويس بالشكل ده. بعد كده بقى هضيف التوابل. التوابل اللي هحتاجها: معلقة صغيرة من البابريكا، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة من الكزبرة، معلقة صغيرة من الثوم البودر، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكركم، معلقة صغيرة من الجنزبيل، وممكن برضو تضيفي معلقة صغيرة من الريحان المطحون، ومعلقة صغيرة من الزعتر للي يحب. يعني لو حابة ان الفراخ تكون حارة هتضيفي برضو معلقة صغيرة من الشطة. ابتدي بقى اضيف كل التوابل دي على الدقيق والنشا. اضيف بقى كل التوابل، وطبعا لو حابة تضعفي كمية الفراخ هتضعفي كمية التوابل، وتضعفي برضو كمية الدقيق، وتضعفي كمية الحليب، كل حاجة هتضعفيها. هضيف كل التوابل. ضفت كل التوابل الموجودة عندكم بقى كويس مع الدقيق والنشا، لازم اقلبهم كويس جدا. بعد ما جهزت خلاص خلطة الدقيق، ابتدي بقى في تغليف الفراخ. كده انا عندي الفراخ المنقوعة وخليط الدقيق، وهجيب طبق فيه مية عادية. ابتدي بقى اخد قطعة من الفراخ كده واصفيها كويس من خليط النقع ده، وبعدين احطها في خليط الدقيق، وافضل بقى الفها كده في الدقيق لمدة 2 دقايق، مش بضغط عليها، انا بلفها بس في الدقيق لغاية ما تتشرب الدقيق كويس جدا. هستمر في الحركة دي.
الشكل ده من كل الجهات، لازم اغطيها كويس بالدقيق. بعد ما غلفتها كويس جدا كده بالدقيق، هاخدها بقى وانفضها كده كويس من الدقيق، وبعدين هحطها في المية. لازم المية تغطيها كلها كده، هعد بس لغاية 4 وبعد كده هخرجها. بعد كده هخرجها على طول، صفيها من المية وهحطها في الدقيق تاني، وبرده هلفها في الدقيق لمدة 2 دقايق نفس الطريقة. الطريقة دي بتخليها تاخد طبقة مقرمشة. هلفها بقى كويس في الدقيق. بعد ما لفتها بقى كويس كده في الدقيق، خلاص هنفضها بقى من الدقيق وهخرجها بقى احطها في طبق، وهكمل الباقي بنفس الطريقة. ممكن نعمل واحدة كمان. بعد ما غلفت بقى كل قطع الفراخ، هجيب بقى حلة صغيرة عشان احط فيها زيت غزير، ولازم يسخن كويس جدا قبل ما اضيف فيه قطع الفراخ. هسيبه يسخن وبعدين هضيف قطع الفراخ. بعد ما الزيت بقى سخن كويس، هبتدي بقى اضيف الفراخ. بسم الله، بضيف كتير، بضيف قطعتين بس. اضيف بقى القطعة التانية. بسم الله، وكل شوية كده بقلبها على الناحية التانية. طبعا الزيت كان سخن جدا، دلوقتي بوطيله الحرارة وبخليها متوسطة عشان الفراخ كمان تستوي كويس من جوه. كل شوية كده بقلبها على الناحية التانية. خلاص هي دلوقتي استوت، اخدت لون ذهبي جميل كده. هخرجها بقى تكون بالشكل ده. بعد ما خلصت بقى الكمية الاولى، هحط الكمية التانية في الزيت برضو، تكون في الاول على نار عالية وبعد كده هخليها نار متوسطة. ده بيكون الشكل النهائي للفراخ، اخدت لون ذهبي كده جميل ومقرمشة جدا. دلوقتي بقى هنشوف تسوية الفراخ من جوه. شايفين لونها ميفرقش اي حاجة، اهو ومقربش جدا. هنفتحها بقى دلوقتي ونشوف شكلها من جوه كمان. شايفين الفراخ مستوية جدا، لان احنا بنسيبها تستوي على راحتها على نار متوسطة، بيكونش فيها اي اثار للدم. اهم بقى الملحوظات اللي حابه اكد عليها، ان احنا لازم ننقع الفراخ الاول مده ما تقلش عن 6 ساعات او ليله كامله من بالليل لغايه الصبح. دي هتخلي الفراخ طريه جدا وتستوي كويس، ودي بتكون سبب رئيسي في ان الفراخ يكون لونها ابيض كده وما فيهاش اي اثار للدم. حاجه المكونات اللي استخدمناها هي كافيه 1.5 كيلو من الفراخ، يعني لو حبيتي تضاعفي الكميه هتضاعفي برضو كل المكونات والتوابل. تالت حاجه ان احنا لازم نحط الفراخ الاول، لازم يكون الزيت سخن جدا ونسيبها على نار عاليه، وبعد كده اول ما بنحطها وتبتدي تستوي هنهدي النار ونخليها على نار متوسطه علشان تستوي كويس جدا. وممكن نغطيها بغطا ونوارب الغطا شوية عشان يخرج بخار الماء. التقليب المستمر كل شوية على كل ناحية علشان تستوي كويس جدا من كل الجهات. التزمتي بقى بكل الحاجات دي، ان شاء الله هتطلع معاك الفراخ ما تفرقش اي حاجة عن الجاهزة بالشكل ده، وتكون نتيجتها هايلة جدا. اتمنى طبعا ان تكون طريقة النهاردة في عمل الفراخ الكنتاكي تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد من قناة نور الشطور. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.